باسم ها هنا. تبدو أقصر مما أذكر يا باسم. أما أنت فلم تكبري قيد أنملة يا رفقة. حسناً، لسنا هنا كأعداء. لا، لكننا لم نتقاعس عن ساحة التدريب قط. تقول روشان إنك من هذا المكان. شيء من هذا القبيل، لقد عشت هنا فترة قبل أن أغادر إلى الأنبار. لا يختلف هذا المكان عن أماكن اعتدتها، الأغنياء يمسحون قذارتهم بثياب الفقراء. هذه الكرخ التي أتذكرها. لم تعد الكرخ التي تعرفها، لقد كشفت رفقة حياً يشوبه الفساد أشد من المعتاد. تشيع الأخبار عن مضايقات المسؤولين ومصادرة السلع والتحكم بها، نعتقد أن ثمة من يسيطر على الحي هنا. دعيني أخمن، التنظيم. ثمة مزاد سنوي يقام، دائرة المال، حيث يتباهى فيه لابسو الحرير بثرواتهم. وطبعاً هذا الحدث يقتصر على المدعوين، وقد يقوم بحضوره أحد أهدافنا. ما يعني دخول المزاد والعثور على الشخص المسؤول عن هذا؟ ممتاز، تتعلم بسرعة. تجدين صعوبة في المواكبة؟ قد نجد أدلة إذا تتبعنا جذور المشكلة. سأريك أين يعدون الشراب، لنلتقي عندما تستعد. معلمتي. أمستعد يا باسم؟ الكرخ ينتظرك. مستعد، لنتحرك. اتبعني. أفكرت أنك سترجع هنا إلى الكرخ؟ لا، قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع، وكونت صداقات مع الفئران والصراصير. بعض الذكريات طيبة، لكن أكثرها مريرة. تساهم الذكريات في تشتيتنا. نشر التنظيم نفوذه في كل شق من المدينة، وحولوا بغداد إلى مزرعة لهم. سيتغير ذلك. تثقل المسؤولية كواهلنا. آفة التنظيم تصيب الكرخ، ولا يستطيع أحد سوانا مداواتها. كيف تأقلمت رفقة مع الكرخ؟ إنها لا تحب السياسة، لكنها مضطرة لأداء واجبها. لا يحب أحد الكرخ لأول وهلة. التنازع في التجارة، الهوس بالمال، العطور. الناس هنا سعداء بضياعهم في نعيم جهلهم. جنة لا يتحمل كلفتها سوى الأثرياء، وغالباً الفاسدين. أتمنى لو أستطيع قراءتها لنفسي. احترس فقط من السفور. اقرأ على بعض الكتب الموجود هناك، سأريك طريقة صنع سوار. هيا كدنا نصل. مرحبا بعودتك إلى الكرخ. تزال رائحة التوابل تعبق بالجو. كيف كان شعورك عندما قتلت نفساً لأول مرة؟ بالكاد أتذكر. كان رجلاً عرفته جيداً فيما مضى، قبل كل هذا، قبل المستترين. ألا تتذكرين؟ دفنت ذكرياتي بجواره، ورفضت أن يطاردني موته كما طاردتني أنفاسه وهو حي. لن أدع الماضي يحدد هويتي، لهذا أعتبر نفسي الآن بنت لا أحد. إن لم نخمد العاصفة التي بداخلنا في يقظتنا، فستدركنا في أحلامنا.
كما حدث معك أنت وجنيك. وصلنا السوق كما قالت رفقة. مر الحراس من هنا وكسروا القوارير وحطموا الصناديق. ما سبب هذا العدوان؟ لنكتشف ذلك، سمعت أنهم يصادرون السلع الأجنبية التي يأتي أكثرها من الطريق الشرقي. الطريق الشرقي؟ أعتقد أنني أعرف شخصاً يمكنه المساعدة. لقد مر وقت طويل، آمل أنه لا يزال موجوداً حتى الآن. ستسعدني رؤيته مجدداً. لا تدع حنينك للماضي يحجب عنك واقع الأمور باسم. لن أفعل، أعلم أن الأشياء لا تبقى على حالها. لقد مر وقت طويل، ترى ما الذي قد تغير في الأرجاء هنا؟ ربما يجدر بي زيارة صديق قديم. أولاً أحب أن أوفد إلى ذلك الباب. التجار هناك يصرخون في وجه الطائرين. إن أمامي ساعة واحدة وستريد أن يعودك إلى البيت. هذا المكان جديد. البيت يخرج عن السيطرة بصراحة. ذلك مع هياج العلويين وبني علي والقبائل عند أسوان. لم يعد الأمر شاغلاً في بيتي. الصغيرة أصبحت مرئية عن قرب كما لو كانت ليس كثيرا حتى لا تسيء فهمي. يا أخي ثعبان في الحقيبة. ويعطي ما يكفي من وقتنا. كفاك توسلا. ما رأيك أن نتمشى بدلا من ذلك؟ يستغرق هذا وقتاً، وهذا الأمر لا يكاد يستحق القطعة النقدية التي يدفعونها. اقطع إصبعاً، ربما تحل رباط صورة نقودها قليلاً. برأي نصف رجال البلاطية. رجاءً.
هناك ملك. حمدا للأقدار وشكرا لك، لقد أنقذتني. ماذا فعلت حتى تتعرضي إلى مثل هذا العدوان من الحراس؟ لم أفعل شيئا، إنما تنقصني النقود، إنها طبيعة التجارة، لكنني لا أملك الوسائل اللازمة لسداد ضريبتهم. هل تباع سلعك ببطء؟ لا، لكنهم زادوا قيمة النقود المطلوبة في الآونة الأخيرة، هذه هي المشكلة. لم تزدد عليك وحدك، بل على الآخرين كذلك. زادوها غالباً على أشخاص مثلنا ليسوا من هذا المكان أو مختلفين في العقيدة. بات الشعور بالأمان في الكرخ صعب. لدي شحنة متأخرة، أخشى أن الحراس قد صادروا سلعي وجمالي. كنت أنتظر وصولها مع بعض التجار القادمين إلى دائرة المال. هل لا تسدي إلي معروفاً يا صديقي وتبحث عنهم من فضلك؟ حسناً، إنهم على امتداد الطريق المؤدي إلى بوابة بغداد الجنوبية. قد ألحق بهم عند الينبوع على امتداد الطريق الجنوبي. شكراً يا سيدي. الطريق الممتد جنوب بغداد، ربما أعثر على التجار العالقين. ساعدونا، يجب أن يمثل القاتل أمام القاضي. قبل أن أنسى، يشمل ذلك السعر التوصيل المجاني صحيح؟ الخزاف الذي عند النهر سيشتري أصدافا، لقد أعطاني فلسلين حسنا. עתיר בנוס מחזוניות, כאשר משיים אותה אל תדאגו את كذب، لقد أبلغت عن صناديق أوراق الجميلة، أعلم ذلك. انصرف يا كوم، إنك عجوز مليء. أي شراب طازج عندك من أجل اليوم يا كوم؟ لا شراب حتى يعيد لوكا صندوقي، لكن إذا أتيت لشراء الشاي فلدي توصيات عديدة. كونغ، هذا أنا باسم. من تكون أنت؟ من؟ باسم، لست أبله، يدعي الجميع أنهم أشخاص أعرفهم. جاوبني على هذا، ما الشاي الذي كان يحبه باسم الذي أعرفه؟ الزنجبيل مع بعض الكركم. خطأ، باسم لا يحب الشاي. باسم، أيها الحسون الصغير، انظر إلى تأنقك. تعال، تعال، اتبعني إلى متجري، بعيداً عن هذا الرجل الفظيع. إذن، أيها الحسون الصغير، ما الذي كنت تفعله؟ مضت سنوات كثيرة. أنتقل هنا وهناك، لقد اضطررت إلى مغادرة بغداد لفترة. الشباب، ماذا عنك يا كوم؟ ما الذي كنت تفعله طوال هذه السنوات؟ أفعل ما أجيده، أجني النقود رغم وجود بعض الصعوبات في الأونة الأخيرة. الحراس في حالة تأهب قصوى، وقد قرر ذلك التاجر الإغريقي الإبلاغ عني في كل فرصة. أعلم أنه يريد أن أموت من الجوع، أو الأسوأ
أن أترك له التجارة. أيها الحسن الصغير، أتذكر الثنائي المبهر الذي كنا نشكله فيما مضى؟ ما رأيك بمساعدة صديق من أجل الأيام الخوالي؟ مثل الأيام الخوالي بالضبط، لكنني أريد التحدث إليك بعدها، هناك شيء أحتاج إليه كذلك. بالتأكيد، بعد أن تحضر صندوق أوراق الجميلة المصادر، لابد أنه عند الحراس، انطلق. لكنني سأطلب منك شيئا بعد هذا. نعم بالتأكيد. تعالوا وشاهدوا بأنفسكم، لما أنا التاجرة الوحيدة التي ستحتاجون إليها على الإطلاق. أتريد الذهاب؟ إنه يقضي لياليه في مصر. إنني لم أرهد توقن أن لدي ما تحتاج إليه بالضبط. أيها الطيبون، أن هذا صندوق أوراق الشاي الخاص بكونغ. يبدو أن الصندوق لا يزال سليما، سيكون كونغ مسرورا. أوراقي، شكراً لك أيها الحسون الصغير. أين أضعه؟ تعال ضعه هنا. ينجح باسم في التسليم ثانية. شكراً أيها الحسون الصغير. من أين جاء هذا؟ من بلاد الهند؟ لا، لقد قطع مسافة طويلة من الصين. إن موطني دالي ينتج أفضل أوراق الشاي. إنني أستورد أيضاً أوراق شاي من الهند، بل وبلاد فارس. يعلو شأنك في العالم يا كونغ. الكرخ أولاً ثم العالم. سأبيع سلعي في المزاد الكبير، هل سمعت به؟ دائرة المال، نعم، إنني أحاول دخولها. لما؟ ما نوع تجارتك أيها الحسن الصغير؟ لما لا تشاركها معي؟ لقد عملنا معا بشكل جيد. نوع العمل الذي قد يوقعك في مأزق كبير. هل تعتقد أنك تستطيع مساعدتي على دخول المزاد؟
ذلك باسم الذي أعرفه، لديه أسرار دائما، لكن لا تعبث بالأرجاء، أصبحت الكرخ أخطر بكثير من ذي قبل. المزاد حصري للغاية وليس من السهل دخوله. سأساعدك أيها الحسون الصغير، لكن أولا لدي طلب. انظر هناك، إنه مسدود، يمنع الحراس كل ما يدخل من الطريق والنهر، وكأنهم يتلقون أوامر من شخص أعلى رتبة. هذه الأيام صاروا لا يقبلون رشوتي نفسها. لابد أنهم يبحثون عن شيء، غرض أو لا أعرف، سخافات، لكنهم يضرون تجارتي، ذلك ما أعرفه. الآن صرت أبيع مجرد ماء أوراق شجر سخيف. إنهم يحتفظون بالأصناف في مستودع صاحب الميناء الخاضع للحراسة بالشرق من هنا. دعني أخمن، تريد مني المساعدة في تحرير بضائعك مقابل الدخول إلى المزاد. المستودع مزين باللافتات قرب بعض الرافعات، أغراضي مقابل دخول المزاد، هل تبدو صفقة جيدة؟ إنها كذلك. يا صديقكم، لدي شيء ربما يثير اهتمامك، اقترب أكثر. كيف يمكنني مساعدتك؟ بل الأمر كيف أستطيع أنا مساعدتك؟ هل طلب منك كونغ دخول مستودع؟ تحدث بما عليك قوله فحسب. ذلك الرجل كونغ دائماً يجرب حظه. حسناً، إنه يوم سعده، لأنني أعرف بالمصادفة مكان المستودع. كل ما أحتاجه هو شيء في المقابل. أخبرني بما تعرفه. اتبع الطريق وعبر الجسر على اليمين، وسترى المستودع على يسارك. ذلك سيضيق نطاق البحث، أشكرك.